كهربار. تفضلي. يسلم إيديكي بنتي. أورهان، وين أنت؟ الله بيعلم بحالتك. أنت عايش ولا ميت؟ أنت جوعان ولا شبعان؟ ابني ابني. أمي خلص، لا تخافي على أورهان، هو بيعرف يدبر حاله. كيف بده يدبر حاله؟ بيدبر أمي بيدبر. ليكي حالتك كيف؟ فكري بالخير بالخير. ليش اللي صار فيه لسه رح يخليه يعيش؟ ابني لا تحكي وكأنك ما بتعرف أخوك. كيف رح يعيش أورهان وذنب ابنه برقبته؟ ها؟ اللي كيف رح يعيش كيف؟ أساساً حرام يعيش. يموت. هو اللي قتل ابني. يموت يموت. انتبهي كتير منيح على الحكي اللي عم تحكي بنتي. بعرف قلبك عم يحترق، حاسة فيكي، لهيك أنا ساكتة، بس ما رح اسمح لك تدعي على ابني بالموت أبداً. انتي مات ابنك وبيكون حفيدي، وهلأ كمان رح أخسر ابني. بكفي بكفيني كل هالوجع، بكفينا كلنا. ما بكفي، أورهان بيستاهل. خير إن شاء الله. يا رمجلي يا رمجلي، يا رمجلي، كمال كيف لقيتني؟ عم بتمشى بهالشوارع مثلك ولقيتك، طلعت بوشي فجأة مثل قبل 20 سنة. اللي سمعته كتير عليك، بعرف مانو سهل، وهيك الحقيقة دايماً قاسية. أنا كتير معصب منكم، كذبتوا علي كذبة كتير كبيرة. معك حق تعصب كمال، معك حق، بس هذا كان لازم يصير، هذا الصح. بالنسبة لمين؟ ها؟ في قدامك واحد كبرتوه على كذبة، هلا جاي عم تحكي لي على الصح والغلط؟ ليك كمال، الكل حقه يتضايق مني، حتى انت، ويمكن انت اكثر حدا معه حق، ويمكن رح توقف كل عيلتك بوشي، بس انا ما رح اسمح له نحكوا عن شيء واحد، هو انه انا ابوك. أورهان أبوك وأنت ابنه وبتحمل دمه، هاي هي الحقيقة.
بس بحياته ما كان هو أبوك. أنا صح مو أبوك الحقيقي، بس أنا كنت أبوك لمدة 20 سنة وبفتخر بهالشي. الشي الوحيد اللي عملته منيح بكل حياتي. وهلأ أنت بتقرر أنا واحد هو أبوك. ليش ما في خبر منهم؟ من مين استاذ؟ ما بعرف انت ليش بتسألني أسئلة غبية. عم بحكي عن أوغوز دوغ مين يعني؟ يمكن يكونوا مشغولين لهيك ما بيطلع لهم صوت، غير انه هلأ شغلهم وقف هالفترة وانت بتعرف هالحكي. قوم اطلع من وشي، يلا روح من وشي، قوم يلا طلع. ماسك أعصابي بالزور أنا. ها ماشي ماشي استاذ. لازم أنا اللي ضل وراكن. هو اللي بيكون دلو لأورهان على مكانك. أنا برأيي ما بيسترجي، بيعرف إنه رح يموت. بيسترجي؟ هاد مجنون. بيكون باعني وأكيد باعني. ما رح انصدم. معقول عمل هيك وعرفان إنه حيموت؟ إيه أكيد معقول. لأنه هذا مريض نفسي. اللي شاغل تفكيري هلأ أورهان. لا تخلي حدا يعرف إنه أنا هون شيخي. لا تخلي حدا يعرف. يا رمجل جرحك كتير كبير، ما رح يطيب من حاله، لازم أخذك على المشفى. مستحيل، لا المشفى مستحيل. لا لازم لازم انطر شوي كمان. مستحيل. إذا نطرت بتموت، هالجرح رح يموتك يا رمجلي. إيه خليني موت شيخي، معلش. شفت وجع ما حدا شافه، وانكسر قلبي وكسرت قلب عالم ووسط كان. يا رمجلي يا رمجلي يا رمجلي، حاكيني يا رمجلي يا رمجلي، قوم. ما إجا أخبار من المشافي؟ لا سيدي، خبرنا كل المشافي حتى مشفى أنقرة. بجوز يكون رجع، أكيد خسر كتير دم من مبارح. يمكن هلأ بيوصلنا خبر عن موته. مع هيك ركزوا منيح وخلي عيونكم مفتوحة. حل الموضوع قبل ما يتصل المحافظ. أساساً فشلنا بما فيه الكفاية لهلأ، ما لنا حمل أي غلط. أمرك سيدي. ابني خفت عليك كتير، خفت انه تروح وما ترجع لي ابنه. بعدي امي ما عم صدقك. كذبتي علي اكبر كذبه بحياتي، كبرتيني على هاي الكذبه. يعني هلا شو ما حكيتي لي انا ما رح صدقك ابدا. كمال كمال، خلاص امي حاج كذب بكفي. شو ما قلتي
وشو ما عمل أورهان، كمال هو ابني إلي وأنا ما رح أتركه بسهولة. يكون بعلمك يا فوز عم بيدق. ردي عليه، ردي، أكيد بيكون عارف ورح يحاسبك بعدين ويحاسبني. ردي ليلى، ردي يلا. أنتوا عم تراقبوا البيت مو؟ إيه عم نراقبه سيدي، مو بس عم نراقب بيته، كل مكان كان يروحه قبل عم نراقبه، ورح يوصلنا خبر بس يبين. قلت لي بس يبين؟ ما بظن رح يبين. رح يبين، مفكرني متت وما رح يروح لمكان قبل ما يودع عيلته. أنا برأيي ما رح يخاطر بحاله، الشرطة كمان وراه. هدول عقولن قديمة تون جاي، ما رح يقدروا يتعودوا يعيشوا هربانين، ما عندن قدرة يعيشوا مثل الأشباح، همن العيلة مع إنه العيلة ضعف. اللي بيعيش وسلاحه معه لازم يخلص من عيلته بالأول، وأنا هيك عملت، بلشت من أبي وبعدين باقي العالم، وعشت حياتي هربان. بس أورهان ما بيفكر هيك، مو همه يهرب، همه يحمي عيلته واللي بيحبهم. لهذا السبب رح يبين، ونحن رح نصبر بعدين نصيده. رح يكون سهل تون جاي، كتير سهل. استنى، معلم إجا الشيخ. شيخي أهلين فيك، شو شكلك حبيت هالمكان؟ خير إن شاء الله، شو فيه؟ ما أجيت مشاني موسى، أجيت مشان حدا تاني. بدك مساعدة مني؟ مشان مين لكان؟ يلا أحكي شيخي، وقت كنت واقف قدامك كنت تغرد مثل البلبل. أورهان يا رمجلي، أنا جيت لعندك مشانه. شو صاير لي يا رمجلي؟ أنت ناديت لي بابا؟ بهار ومقبولة ما عاد لهم قاعدة بهذا البيت. شكلك ما سمعتي. سمعتك بابا، سمعت. وما رح تقولي لي ولا شيء؟ ما فيني أقول شيء أبدا. يلي عم تقول ما إلهن قعدة هن بنتك ومرتك. ما بدي اياهم يعيشوا هون هيك بكل بساطة. هيك بكل بساطة؟ ايه. انه ينزتوا هيك بالشارع شيء بسيط بالنسبة إلك؟ بابا، شو عم تعمل أنت؟ كيف بيجي من قلبك تزتهم بالشارع من دون ما تهتم؟ أنا ما طردتهم، خيرتهم بس، وفهمتهم شو رأيي بالموضوع. لو أنت يلي رحت أو منعتهم مثلاً، ممكن. لو أنت رحت من البيت وخليتهم قاعدين، لو أنت رحت وراهم. البيت لإلي، هذا البيت
ويلي بيعيشوا بهذا البيت ويلي بيعيشوا حواليه والدنيا كلياتها لإلك. ايه كل شيء إلك. وشو رح يعملوا هلا؟ بابا ما فكرت هن وين رح يعيشوا هلا؟ ما بعرف، وهذا الموضوع ما أنا شغلتي. أنا كتير عم أسأل حالي شو ممكن تعمل كمان من اليوم ورايح. اللي بشوفه مناسب أكيد. عندي شوية شغل هلا، يلا طالع. بس بابا أنت ليش ناديت لي؟ ناديت لك من شان تصيري أنت اللي تعملي الأكل بالبيت. أستغفر الله، كل العيلة مرضى نفسية، الأكل أهل. قلت له إنه ما رح يقدر يهرب بهالسهولة، بس هو نفد أمي. هذا يلي كان بده يا بابا، حتى شنتينا زدتن على الأرض قدامنا. فكر إنه كتير صعبة علينا ورح نطلب السماح. حتى ذرة حب مو موجودة عند هالعيلة، كل هالعيلة مريضين. مستحيل يخطر لي إنه ممكن أبي يعمل هيك فينا، ببنته، ببنته اللي كتير بيحبها على أساس. أنا رح حاسبه على كل تصرفاته، أنت بس انطري، أنا لسه ما عملت شي. بس لا تخافي بنتي، أنا معك، رح نضل مع بعض، إيدي بإيدك. والله لخلي كل عيلة بوز أغلو يندموا عالشي اللي عملوا فينا. رح دمرن كلن وتنتهي هالعيلة، بس قولي اللي بعرفه. ليش أنتي شو بتعرفي أمي؟ أنا ما بساعده لأورهان، عم تفهم علي؟ أنا عملت واجبي، كان عنده جنازة ورحت عزيته بابنه وانتهى. شيخي خير أنت؟ شو مفكرني؟ ولك أورهان بيكون عدوي ومو أي عدو، هذا الزلم الوحيد اللي أنا عايش لقتله ومنع عيني شوفه عم يموت قدامي. منيح يلي بدك يا عم بيصير؟ أورهان هلأ عم بيموت، هو ببيتي متصاوب وجسمه خسر كتير دم. عدوك عم بيموت، يلا انبسط وخليني شوفك فرحان. يلا كان لا تموت، كان لا لا تموت كان. كان 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 كان. انت منيح يا ابني؟ تحمل يا ابني تحمل. بردك. لا تبرد ابني، لا تبرد، انا بدفيك حبيبي. كان كان انا بدفيك، لا تموت ابني، تحمل تحمل شوي. كان لا تموت، لا تبرد يا ابني، تحمل لا تبرد، انا بدفيك حبيبي. الاسعاف الاسعاف. لا تموت كان، كان لا لا تموت كان، كان لا كان لا تموت. قول شي ولا تطلع فيني هيك وتضل ساكت، احكي اي شي موسى، طلع فيني وقولا، اللي اتركه يموت. يموت يموت يموت. خليه يموت شيخي، عم تفهم؟ ومو بس انا، كل يلي حوالي بالدنيا يموت وينقبر. رضياني يموت بهي الحالة؟ ها؟ شيخي أنا ما بفيدك بخصوص أورهان، روح عند أخوه، روح أو على مزارع الزيتون، في هنيك عالم بتساعده.
لا لا موسى، انت بتعرف انه اخوه ما في يعمل له اي شيء، وما بلحق روح لعند رجال جامليك. انت الوحيد اللي بتقدر تساعده بالسر. شيخي انا ما رح اقدر وما بدي ساعده، فهمت؟ ماشي، امشي روح معي هلا على البيت، امشي شوفه عم بيموت. يلا. شيخي شيخي، هدول الإيدتين، هدول قتلوا كتير عالم شيخي، وهدول العيون شافوا كتير جساس، كتير على قد ما بتمد سجادة الصلاة، هالعيون شافت عالم ميتة. تذكر إنه لكل شيء في رجعة موسى، قلت لك هالحكي من قبل. لا، إلا حق دماله رجعة. بلا موسى، بس أنت ما بدك تتقبل، أنت في رحمة بقلبك. لا، أنا بني آدم سيء. إيه والله جد، وعايش لحتى صفي حسابي مع كل اللي أزوني بحياتي وبس. صاحب هي الساعة اللي بإيدك كان زلمة غدار. صدقني موسى، أنت ملاك بالنسبة لإله، ورغم كل هاد كان فيه رحمة. شيخي لا تطلب مساعدتي. بدي أطلبها، لو ما ساعدوا الأهل بوقتها كان مات. شيخي لا تحكي لي قصة حزينة. في شاب كتير شهم قطع الطريق يوم كامل ليجيب مساعدة للزلمة، حتى ما كان لابس برجله وكانت كله دمه عم ينزف، وكله لحتى يقدر يجيب مساعدة لصاحب هاي الساعة اللي بإيدك. وبعدين نفد الزلمة وعاش حياة طويلة، وقت راح داك الغدار وكأنه مو نفسه أبدا، كان بقلبه رحمة. أحيانا الخطوة بتغير كتير أمور موسى. أرهان يا رمجلي ما رح ساعده، لازم تعيش بغير طريقة موسى، خلي قلبك فيه شوية رحمة. شو هالوقاحة؟ جاي وعم يطلب مني ساعده لأرهان، ولك هذا بيكون عدوي عدوي. قال بيلي ساعده لأرهان، خليه يموت ولك ينبر. أرهان 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 أرهان. أمي لا تحكي بالألغاز، قولي شو بتعرفي. مرته الأولى ليافوز. إيه الله يرحمها، ماتت بجلطة. ما ماتت، بعدها عايشة. من وين بتعرفي إنها عايشة؟ لأنه كل شي صار قدام عيني بهار. أبوكي كان يختفي بين الفترة والتانية، فكرت إنه مصاحب وحدة علي، صرت راقبه. ضليت عم راقبه 6 شهور وبعدين عرفت. وليش خبيتي كل هالفترة؟ شو أعمل؟ طبعاً قلت له لإله إنه أنا بعرف، ما قدرت فوت على البيت لحتى راحت. الله يلعنه، هلأ أنا كمان طلعت من هالبيت لشوف مين يلي رح تفوته. أمي هذا الحكي اللي عم تحكيه عن جد؟ إيه عن جد بهار. سكتت سكت مشان تكوني انتي بأمان، وهلأ بعد ما السيد يافوز تخلى عنا وطلعنا من البيت، صار الوقت المناسب لأختي هالخطوة. وين هلأ عايشة؟ انتي بتعرفي؟ ما بعرف، راح غير لبيتها،
بس رح أعرف، مو صعبة. أمي كيف رح تعرفي؟ لهلأ بيروح بيزورك الفترة وبيحكي مع الرجال اللي حاطط له إياهم بالتليفون. رح لاقي طريقة. Adım Kehribar. Hasretinden nefes alamıyorum. Göze aldım her şeyi, döndüm. Artık ölüm gelecekse de eyvallah.